أهلا بكم في جولة الأخبار. كلنا شفنا الحقيقة الفيديوهات المؤلمة لإعدام ملايين الكتاكيت في مزارع الدواجن بسبب أزمة أو عدم وجود أعلاف. الحقيقة أن الفيديوهات دي صدمت المجتمع المصري كله. مفيش حد رضي عن اللي كان بيحصل ده أصلا، والناس سألوا يعني طب ليه ما يعني اتبرعوا بيها للفلاحين والمزارعين في الريف يربوها بدل إعدامها. أحد أصحاب المزارع الحقيقة طلع في فيديو النهاردة متأثر جدا ويكاد يبكي، بيطلب من أي حد عايز كتاكيت بالمجان يجي ياخدها يستنفع بيها ويربيها. نشوف كده الراجل ده بيقول إيه. السلام عليكم، دي رابع مرة أسجل، وأنا طبعا مش وكل ما أجي أسجل فيديو ما أقدرش أكمله. بقول دلوقتي يا جماعة نوقف الإعدامات دي دلوقتي، نوقف الإعدامات دي حالا، نطلع نقول للناس الكتاكيت عندنا بالمجان، اللي عاوز يجي ياخد يجي ياخد، والناس اللي عاوزه تربي تربي، يمكن يطلع منهم 50، يمكن يطلع منهم 100، يمكن اهل البلد يسترزقوا ولا حاجه. نوقف الاعدامات دي حالا ونعلنها انها بالمجان للشعب، بالمجان اللي عاوز يجي ياخد ياخد، يمكن يطلع لنا فرختين الناس تاكلهم، يمكن يبقى يمكن واحد ياخدهم ربنا يكرمه. بعد كده الوضع مش حلو ومحتاجين نوقف الاعدامات دلوقتي حالا حالا، نوقف الاعدامات، ما ينفعش نعدم. اللي عنده كتاكيت يطلع يعلنها بالمجان. فيديوهات اعدام الكتاكيت الحقيقه كانت صادمه جدا وتسببت لازمه في حكومه السيسي اللي كل الناس حملها المسؤوليه بسبب انها حاجزه مئات الاطنان من الاعلاف في المواني وبسبب ازمه الدولار. وطبعا تحت ضغط السوشيال والكارثه اللي مصر كلها شافتها دي، صوت وصورة، الحكومة عملت اجتماع عاجل مع ان المربيين بتوع الفراخ بيتكلموا والله من شهور، بس الحكومة فاقت امبارح تحت ضغط السوشيال وقررت الافراج عن فول الصويا والذرة الصفراء المحتجزة بالمواني. اهو نتائج اجتماع الحكومة لحل الازمة، الافراج عن 62 الف طن من فول الصويا بقيمة 44 مليون دولار، الإفراج عن شحنة ذرة منذ مطلع الشهر وحتى الآن تقدر ب 40 مليون دولار، تكرار الإفراجات أسبوعيا من فول صويا وذرة، التنسيق مع البنك المركزي بسرعة الإفراج عن أكبر قدر من الأعلاف، تنسيق أسبوعي مع اتحاد منتجي الدواجن، التوسع في زراعة أو الزراعة التعاقدية خاصة الفول أو الصويا. كويس يا راجل، ده الواحد كان بيشوف مهرجان الطماطم في اسبانيا مثلا، الناس اللي تقعد تضرب بعض الطماطم دي كان يصعب عليه الطماطم. احنا في حياتنا ما شفنا منظر في كتاكيت بتعدم، وده سهل، ده في شعوب ماتت عشان بطاطس، فبالك بفراخ. الرقم ايه؟ ولما الرقم عندكم ما طلعتوش ليه؟ لازم يطلعوا المنظر ويحرقوا الكتاكيت ويعدموها قدامكم عشان تجتمعوا امبارح وتصدروا قرار سواء ب 40 مليون دولار او ب 20 مليون دولار او ب 125 مليون دولار امبارح. لكن لما تسمع خبر زي ده تقعد تقول هي كانت حركه معموله؟ يعني انتوا كنتوا عايزين تدمروا الثروه الداجنه عشان حد هيستورد المجمد؟ ما هو ممكن تحصل في بلد زي مصر بيحكمها واحد وولاده عزبتهم، تحصل عادي جدا. لك اسأل سؤال، يا ترى الدواجن المجمدة دي زي ما قلنا امبارح مين اللي هي مستوردة، اللي استوردوها من امريكا لحساب مين؟ مين الجهات اللي مستفيدة دلوقتي؟ السوق عطشان فراخ، هوب جاء ننزل بقى الفراخ. مين بقى الجهة دي؟ مين الجهات المستفيدة من انها تغرق السوق، السوق يشح فراخ ونجي احنا نازلين بالمجمد؟ مين دول؟ مين؟ واوعى تطلع ساذج، لن تبعد عن المخابرات والجيش، مش هتبعد وانت مغمض. اهو اتحاد منتجي الدواجن يجدد تحفظه على استيراد الدواجن المجمدة او اجزائها. ابدى الاتحاد العام لمنتجي الدواجن استعداده لتوريد كافة الكميات التي تحتاجها الشركة القابضة للصناعات الغذائية من الدواجن المجمدة
أو أجزائها. مين بقى؟ حد يقول لنا مين؟ مين اللي موت السوق ووقف الدنيا عشان ينزل هو فراخ مجمدة طبعًا والسوق عطشان بقى؟ مين؟ ده ولا المخدرات يا ريس. ما نبعد بعيد ليه؟ ندور. هات الخبر كده، هات الخبر. الحكومة المصرية تعفي دواجن المجمدة الجيش، هاته هنا يا عمي. دواجن الجيش المجمدة هنا، هنا. دواجن الجيش المجمدة من الضرائب والجمارك. ده الكلام ده فين؟ اصبر، انزل 22 يونيو 2022 بس كده. أهي. قلت لك مش هتبعد. مين يملك السوق وسط عصابة اسمها الجيش؟ مين يملك؟ مين يملك؟ مين التاجر اللي يملك دلوقتي ينزل دواجن في سوق متعطش نوقف العلف في الجمارك، الناس تبوظ الثروة الداجنة، احنا بقى ننزل السوق، نرمي في السوق أي فراخ، هنبيع بالسعر اللي احنا عايزينه. مين اللي يقدر يعمل كده؟ في دولة بيحكمها الجيش، مين اللي يقدر يعمل كده؟ إلا الجيش.